طيب هو وقع مننا، هنجيبه حالا حالا يكون معانا النهارده. ده التمرين واللعيبه رايحه المعسكر، حسام غالي متعب يعني، واضح الاجواء الدنيا يمكن حر شويه واضح من خلال الجو، لكن الاوتيل شكله كويس، اتوبيس شكله كويس. على فكره الحاجات دي انتوا واخدينها سهله يا جماعه، والله كنا بنلاقي، كنا بنروح في ميكروباصات صغيره وعربيات صغيره، وساعات بنوقف تاكسيات ما نلاقيهاش، كان زمان الدنيا صعبه جدا جدا، والحاجات دي بتاخد من تركيز اللعيبه وفكرها. لكن دلوقتي الكوره احنا في مصرين تقدمنا شويه، بينا نبعت ناس بدري تظبط الحاجات وتظبط الاوتيلات. خدنا يعني عندنا دلوقتي مرجعيه كويسه من خلال الموضوع ده. خلينا ارجع تاني لزميلنا مهيب، وزي ما قلت هو يعني اي سفريه واي شغل كبير من بره يبقى دايما المكوك مهيب عبد الهادي معانا، مدير برامجنا الرياضيه، واللي يعني هتلاقوا دايما معاه اخبار وكواليس اي بعثه يكون معاه هو موجود، هو بينفرد بيها دايما. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير كابتن مصر ونجم مصر كابتن حازم امام، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي الكره مع الحياه. بالفعل تغطيه خاصه جدا من شبكه تلفزيون الحياه مع النادي الاهلي في اول رحلاته في افريقيا، اولى مبارياته الهامه مع الجيش الرواندي. بيسعدنا كابتن حازم ان يكون معي كابتن علاء عبد الصادق المشرف العام على كره القدم في النادي الاهلي وعلى قطاعات الرياضه في النادي الاهلي. برحب بيك كابتن علاء، وضربه البدايه ومباراه الجيش الرواندي، واعتقد ان في احلام بتدور في دماغك انت ومجلس الاداره والجهاز الفني عشان يعني تعويض النادي الاهلي بعد طبعا العرض المشرف امام فاق سطيف، والاهلي دايما بطولته المحببه هي دوري ابطال افريقيا. ومبدئيا برحب بالكابتن حازم، بمس عليه، وطبعا البدايه دي مهمه قوي بالنسبه لنا، واحنا يعني اتكلمنا مع اللعيبه واللعيبه اتكلمت مع بعض. احنا السنه اللي فاتت خسرنا بطوله افريقيا ودخلنا الكونفدراليه لان البدايه بتاعتنا ما كانتش كويسه، فاللعيبه استوعبت الدرس ده كويس، واحنا طبعا الحمد لله يعني احنا مفنشين بماتش، يمكن خسرنا بطوله بس خسرنا احترام الناس كلها، أدينا مباراة جيدة، فإحنا إن شاء الله بداية بطولة أفريقيا أبطال الدوري السنة دي إن شاء الله بتمنى أنها تبقى بداية كويسة بالنسبة لنا وللفرقة، وأعتقد أن اللعيبة عندها حماس كبير جدا أنها تبدأ بداية كويسة، أن إحنا إن شاء الله نعمل نتيجة كويسة نقدر نعتمد عليها في النتيجة في مباراة الإياب إن شاء الله. وانا شايف يعني اللعيبه جاهزه كلها، وباذن الله نعمل ماتش كويس ونرجع بنتيجه كويسه ان شاء الله. الترتيبات الفنيه والاداره الفنيه لهذه المباراه اللي انا بعتبرها مباراه هامه في ضربه البدايه، وايضا جاهزيه اللاعبين والجهاز الفني لهذه المباراه واستعدادهم في ظل عدم وجود زي ما قلنا الدوري العام المصري. والله يمكن احنا برضو كنا يعني لعبنا ماتش السوبر ده، فكنا موجودين في الجو بتاع المنافسه القريب، فالحمد لله يعني النادي الاهلي دايما السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول كان الدوري موقوف، كان في مشاكل في الدوري، ورغم كده النادي الاهلي كان بيلعب بطولات افريقيا ووصل بطولات افريقيا، كسبها ووصل فيها ببطوله عالم، فيعني بنقدر ناكل من نفسنا كويس، واللعيبه عندها الخبره الكافيه ان تقدر تاكل من نفسها كويس. احنا بنستعد للمباراه دي من ساعه ما عرفنا ان المنافس بتاعنا هو الجيش الرواندي بعد ما كسب فرقه موزمبيق. النهاردة الراجل كان عامل محاضرة، اتفرجوا على الماتش اللي اتلعب هنا مع فريق موزمبيق اللي انتهى 2-1 لصالح فريق الجيش الرواندي، وقال لهم على نقطة الضعف ونقطة القوة اللي عندهم، وأعتقد يعني ربنا يكرم إن شاء الله نقدر نقدم مباراة كويسة. كابتن علاء عبد الصادق، أنت المسؤول عن الاستقرار في النادي الأهلي، سواء من لعيبة، سواء من عقود لعيبة، سواء من تجديد للعيبة. كان ليك تصريح من يومين ان مفيش حد في الاهلي هيمشي لمده سنتين، عايزين تبنوا فريق، عايزين يبقى العناصر فيه متجانسه متكامله، ومع التدعيم في بعض الفترات ان احتاج الجهاز الفني. رؤيتك ايه للمواضيع؟ والله رؤيتي احنا كل همنا في المقام الاول هو النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا مطالبين دايما بالبطوله، اي بطوله بنشترك فيها مطالبين ببطوله. حصل تغيير جذري السنه دي في تجديد دم الفريق، لعيبة كتير لها تاريخ مشرف مع النادي وبطولات كبيرة مع النادي بطلت، فإحنا بنعمل فرقة جديدة، فعشان تعمل فرقة جديدة مش هينفع تطلع حد الفترة دي خالص، وعندنا لعيبة كويسة معظمهم صغار السن ومعظمهم يعني إن شاء الله ليهم مستقبل كبير جدا، وأنا يمكن اتكلمت معهم وقلت لهم مفيش داعي للاستعجال، الاستعجال ده ممكن باش في صالحك، أنت مفروض تبقى النادي اللي عملك تبقى موجود فيه،
مع زمايلك تقدر تحقق بطولات للنادي، تعمل اسم للنادي، بعد كده ان شاء الله تقدر، انت في سن صغير لسه، معظم اللعيبه اللي مطلوبه بره في سن صغير تقدر بعد سنتين ثلاثه ان شاء الله تبقى خدت التقل والخبره الكافيه ان تروح بعد كده ما ترجعش ان شاء الله. في قائمه للمستبعدين؟ لا لسه ما بنتكلمش، مش وقته يعني خالص. لا لا يعني كل الناس الموجوده دلوقتي كان مشتركة، المقيدين في افريقيا هم جاهزين لبطولة افريقيا، المقيدين في القائمة لاتحاد الكورة احنا في انتظار الدوري وعودة الدوري، ف يعني ما بنتكلمش في الحاجات دي دلوقتي خالص يعني. بالتوفيق كابتن علاء، والف سلامة طبعا على صحة ابنك، كان تعبان شوية وبنطمن كل الناس عليه وان شاء الله بالتوفيق، والاهلي بكرة ان شاء الله يفوز ويبقى ضربة البداية موفقة يا رب باذن الله. شكرا. كابتن حازم، يمكن ده كان لقائنا مع الكابتن علاء عبد الصادق المشرف العام على كرة القدم. أيضا هيكون معنا لقاء هام جدا جدا مع الأستاذ عماد وحيد، رئيس بعثة النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. احنا معاك بنتواصل كابتن حازم من داخل مقر بعثة النادي الأهلي. طبعا كان في تدريب النهاردة معانا على الهواء من خلال مخرجنا ياسر، وتواجد معاك كابتن حازم، كان الساعة حوالي 3:30 نفس ميعاد المباراة. المباراة غدا هتقام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، وأيضا هيكون لنا غدا تغطية خاصة جدا بعد مباراة النادي الأهلي من خلال الملاعب اليوم، ولقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني وأيضا بعثة النادي الأهلي. لو ليك أي استفسار كابتن حازم. مهيب طبعا، يعني تقول لنا الدنيا ماشية إزاي عندك، آخر الأخبار، اللعيبة كلهم 100% فيت، هل في ابتداء التشكيل يبان معانا؟ التشكيل دايما يعني بتنفرد دايما بالكواليس والتشكيل. الناس في رواندا والصحافة والإعلام في رواندا شايفين المباراة ازاي يا كابتن مهيب؟ كابتن حازم، في اهتمام كبير جدا هنا طبعا من كل الشارع الرواندي، خاصة ان نادي الزمالك ايضا هيلعب فرقة ريون الرواندي هنا. يمكن عايز اقول نادي الزمالك هيبقى حظ وحش جدا لو لعب مباراة ريون في بلد ريون، لانها بتبعد عن كيجالي العاصمة حوالي 300 كيلو، ومعرفش حالة الملعب ايه. طبعا النهاردة حالة الملعب كانت كويسة جدا، لكن الجو العام هنا بشكل عام في رواندا جو رائع جدا، بلد جميلة جدا جدا جدا، لكن تقلبات الجو في ثانية. يعني احنا خلصنا التمرين 3:30، التمرين خلص 4:30، من 4:30 ل5:30 سيول كانت موجودة هنا في رواندا. طبعا جريدو النهاردة يمكن نطمن على اللعيبة كلهم، اللعيبة كلها جاهزة لهذه المباراة الهامة. أيضا حسام غالي قائد الفريق متواجد بقوة، وأيضا هيكون في لقاء معاه من خلال حضرتك في الحلقة النهاردة. أعتقد أن تشكيل الأهلي مش هيختلف كتير جدا عن تشكيل مباراة وفاق سطيف، طبعا باستثناء عدم وجود أحمد عبد الظاهر. أعتقد ممكن يدفع بالنيجيري، يعني اللاعب النيجيري، أو سعيده موجود، أو عماد متعب موجود، لكن هي دايما جريده بيبقى متحفظ، بيتر النيجيري بيبقى متحفظ شوية على طبعا التشكيل ويبقى قافل عليه لآخر وقت. لكن أعتقد أن تشكيل النادي الأهلي هي نفس تشكيلة مباراة وفاق سطيف مع تغيير أحمد عبد الظاهر، وجاهزية الدفع بمؤمن سليمان، من مؤمن زكريا من بداية المباراة، أو هيقعد على دكة الاحتياطي. هو دايما بيفضل أن دكة الاحتياطي بتكون قوية. طب هو الجو عندك مهم؟ ممكن نرجع لك شايف شمس. هو الأستاذ عماد الأستاذ عماد وحيد جاهز، لو تحب ان احنا نجري الحوار دلوقتي. طبعا يلا شوية. الحص دايما اهم من هنا، احنا موجودين معاك. يلا طيب خلاص. يعني طبعا احنا في داخل مقر بعثة النادي الاهلي على الهواء مباشرة، اعزائي المشاهدين. طبعا استاذ عماد وحيد رئيس بعثة النادي الاهلي بنرحب بيك على الهواء مباشرة من خلال تلفزيون الحياة ومن خلال كابتن حازم امام، طبعا على الهواء متواجدين من داخل مقر بعثة النادي الاهلي. بتشرف بحضرتك طبعا ورئاستك للبعثة، وفي هدوء كعادة النادي الاهلي ومعسكراته والتزامه وسياسة المجلس وسياسة المهندس محمود طاهر، اللي بتحس ان في الدنيا العجلة ماشية، لكن وجودك المرة دي يعني عامل جو في انضباط زيادة شوية. الحقيقة انا بشكرك، وبنشكر قناة الحياة موجودة معانا. الحقيقة دي حاجة بتشرفنا ان يكون في قناة وطنية من بلدنا بتغطي أحداث لقاء بداية اللقاءات بطولة دوري الأبطال للأهلي، البطولة المحببة لي.
الحقيقه علشان اكون منصف، الانضباط دائما وابدا طبعا طبعا النادي الاهلي، جهاز فني ولاعبين، الحقيقه الواحد بيشوف حاجه سيستماتيك ماشيه، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، اللعيب عارف حقوقه ايه وواجباته ايه والتزاماته ايه. فوجودي طبعا انا بتشرف ان انا موجود مع فريق النادي الاهلي النهارده، والحقيقه مش عاوز اقول لك الانضباط والاستعدادات قد ايه بتكون تناسب قيمه النادي الاهلي وعراقه تاريخه. استاذ عماد وحيد، يعني اسمح لي من خلال تلفزيون الحياه وكابتن حازم امام وكره مع الحياه وكل جماهير مصر بتتفرج على حضرتك وجماهير النادي الاهلي، يمكن في ناس كتير ما تعرفش مين هم اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. يعني استاذ كامل زاهر لما طلع شخصيه محترمه جدا والناس بتشتغل، حضرتك موجود ناس بتشتغل، ليه دايما مجلس المهندس محمود طاهر متهم ان هو قليل الكفاءه او ما عندوش الخبره او ما عندوش حاجات كتير، رغم ان انا بشوف حاجات كتير على ارض الواقع غير الكلام ده خالص؟ شوف يا استاذ مهيب، يعني مش عاوز، ما عندناش مساحه من الاهتمام ان احنا نسمع قله خبره، لان اي واحد من سواء رئيس او اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مش جايين على خلفيه رياضيه او نجوميه جماهيريه. انما انا افهمه كابتن حازم امام عشان كان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طبعا انا بتشرف ان كابتن حازم معانا كمان على في الاستوديو وببلغه تحياتي، انما مش واقف كتير قوي عند حته قله خبره. امال الخبره فين؟ انا عاوز اللي بيتكلموا عن الخبره يقولوا لنا، يصدروا لنا الخبره ان احنا جينا لقينا نادي رضينا او لم نرضى باخطاء اخرين او غير اخطاء اخرين، ما فيهوش مديون لمنسوبيه وموظفينه. مديون النادي الاهلي كان مديون للعاملين فيه عليه، سواء اجهزه اداريه، اجهزه فنيه، اجهزه رياضيه، سددنا تقريبا 80% وكل الوعود اللي احنا وعدنا الناس بيها بتتحقق. انا مش عاوز اقول لما يبقى في تطوير في منشآت او تطوير في حمامات او سباحه غرف ده انجاز. بتنتقد المجلس السابق رسمي؟ ما بنتقدش المجلس السابق، انا بقول للناس اللي هم بيعرقلوا مسيره النادي الاهلي وما بقصدش حد بيه. عاوز اخد استعير كلمات الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق، بقول لهم يعني خدوا المناصب وخدوا المكاسب بس خلوا لنا كيان، بنحب ان احنا بنفتخر ان احنا كلنا احنا وانتم ننتمي اليه، ومكان تعودنا ان نلتقي فيه بكل مشاعر الحب والانتماء من الصغر. فمش عاوزين نقف بقى عند مجلس غير متجانس، مجلس خبرته قليلة، لان زي ما بقول لحضرتك، طب عاوزين نعرف الخبرة، خبرة ان احنا قلة خبرة ان احنا عرفنا ننتقل او نعبر بمشكلة بورسعيد اللي كانت مشكلة. طبعا لا، انت راجل ضالع بالنواحي الرياضية اكتر مننا، كان في مشكلة، كان في عندنا مشكلة انك ترضي جماهيرك وترضي منطقية الأمور وقوانين الدولة. اتهاجمنا، ومش زي ما بقول لحضرتك مش مهتمين قوي بالهجوم. أنا أعتقد أن سياسة المهندس محمود طاهر واضحة والإنجازات واضحة والبصمات واضحة، وكل جماهير النادي الأهلي وراكم، وبداية المشوار الأفريقي من خلال تلفزيون الحياة كل الدعم والاهتمام والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي وجهاز النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي العريقة اللي جت النهاردة كابتن حازم ورا ناديها، في جماهير هتلاقيها بكرة إن شاء الله، ونتمنى يا رب إن الماتش يعدي بالجماهير، ما يعني يعدي بخير إن شاء الله. طبعا جماهير محترمة جدا وأولاد شباب محترمين جدا جدا جدا. أخيرا عشان حركوا وقت البرنامج، استعدادات بكرة للمباراة، وإيه اللي أعدته السفارة وإيه اللي عملته السفارة مع النادي الأهلي هنا في رواندا؟ الحقيقة أنا بحب أتوجه بالشكر للسيدة سفيرة مصر في رواندا، بس هي لي عندها ظروف خاصة موجودة في القاهرة. بنلاقي دعم جامد قوي من السيد القائم بالأعمال سكرتير ثالث السفارة الأستاذ أحمد شعيب، الحقيقة مرافقنا دايما، كان في برنامج اجتماع التنسيق الأمني
ادونا عرفنا الترتيبات و ما فيش أي مشكلة وناس متفاهمين. والحقيقة أنا على المستوى الشخصي معجب بالتجربة إن أنا جيت بلد زي رواندا, ودي لها قصة تانية لابد مع بعض إن شاء الله يبقى لنا حلقة ما تنزل إن شاء الله في الملعب. الله ده شيء بشكرك وبشكر الكابتن حازم ولو كان معاه ضيوف, وبشكرك جدا إن شاء الله نرجع إحنا وإنتم كسبانين وفرحانين بالنادي الأهلي. متشكر قوي, بشكرك يا فندم وبالتوفيق دايما. متشكر, شكرا جزيلا, ألف شكر. كابتن حازم ده طبعا كان رئيس بعثة النادي الأهلي أستاذ عماد وحيد, طبعا مجهود رائع هنا زي ما قلنا. سياسة المهندس محمود طاهر يمكن حاطط الخط وكله ماشي عليه, ويمكن كان موجود معنا المهندس محمود في سفرية كوت ديفوار وفي سفرية الجزائر, نفس السيستم ونفس الوضع. وبطمنه من خلال الكرة مع الحياة كل الأمور على ما يرام, وبس النادي الأهلي بخير, واللعيبة دلوقتي يمكن كلها في غرفها نامت. كان في زي ما قلت محاضرة من الساعة 7 للساعة 7:30 شاف فيها جريد وبعض يمكن اللقطات لفريق الجيش الرواندي, واعتقد ان النادي الاهلي جاهز تماما لهذه المباراة. وان شاء الله بس نتمنى الجو زي ما قلت لك كابتن حازم هو المتقلب, تعرف لهش حر برد رطوبة, يعني كل ساعة لها الجو بتاعها. مشكورك مهيب, شكرا جزيلا.